في سنة 1555 أصدر الصيدلي والطبيب والفلكي الفرنسي نوستراداموس كتابه الأشهر لحد النهاردة، وكان اسمه النبوءات، وهو أهم كتاب صدر في التاريخ في الموضوع ده. أهميته جت من أن الناس بقالها ما يقرب من 5 قرون، يعني تقريبا 465 سنة لحد النهاردة، بتفسر أحداث كتير جدا وبتنسبها لكتاب نوستراداموس، وده بيتسمى تلبيس. يعني ايه تلبيس؟ يعني انك تحاول تفسر حاجة مش مفهومة بحاجة واقعية بالعافية، بالظبط زي مثلا ما تقف قدام لوحة البيكاسو او فيلم اليوسف شاهين او فليني وتحاول تطلع منه معاني ومضامين هم نفسهم عمرهم ما فكروا فيها. والكلام ده للأسف بيحصل برضو في الأديان، سواء في فكرة الإعجاز العلمي او الرقمي او تأويل الأحداث التاريخية. تنبؤات نوستراداموس كانت على شكل رباعيات، زي بالظبط رباعيات الخيام، بس الفرق بينها ان هي طبعا دي رباعيات تنبؤية وطبعا غير واضحة المعالم. هديكم مثال دلوقتي برباعية منها، المفروض ان هي تنبأت بالثورة الفرنسية اللي حصلت بعد الكتاب ب 234 سنة، يعني كان 1789، وكانت بتقول: حينما تقلب دوامة الرياح المحفات وتغطي الحجب الوجوه، سيتعكر صفو الجمهورية الجديدة من قبل شعبها، وفي هذا الوقت يسيء الحمر والبيض الحكم. طبعا الكلام مش مسجوع لانه مترجم من الفرنسية، بس مش ده المهم. المهم ان هو كلام عام جدا، مفيش فيه اي حاجة واضحة، وممكن يحصل في اي زمان واي مكان. وطبعا زيه زي بقية التنبؤات في الكتاب مش هنخوض فيها، احنا ادينا مثال واحد. لكن من الحاجات المهمة ان هو توقع نهاية العالم هتكون سنة 3797، ورغم ان زي ما شفنا كله كلام غير محدد، بس هو اتبع منهج لطيف جدا في التنبؤ. اللي عمله ان هو قسم التنبؤات لقرون، يعني القرن الاول بعد اللي كان عايش فيه هيحصل كذا وكذا وكذا، والقرن الثاني والثالث وهكذا. في حاجات طبعا ما حصلتش في نفس القرن اللي تنبأها فيها، زي موضوع الثورة الفرنسية مثلا، بس برضو الناس لسه مصدقين. هو كان عامل لكل قرن 100 تنبؤ، وزي ما قلنا الناس لبسوا الموضوع علشان يبقى مظبوط على كلامه. ومن بينها ان هو تنبأ ان في سنة 2020 هيكون في اعاصير هتدمر امريكا وحرائق غابات في اوروبا، وان هيكون في ملك جديد لانجلترا. احنا لسه في 2020 ولسه هنشوف ايه اللي هيحصل. من بين نبوءات نوستراداموس نبوءات كتير جدا ما تحققتش، منها انه تنبأ ان الشخصين اللي هيدفنوه واحد منهم هيموت في نفس اليوم والتاني هيتجنن، وطبعا الاتنين ما حصل لهمش اي حاجة. بس احنا لحد النهاردة بنشوف الفلكيين اللي بيطلعوا لنا اخر كل سنة، وبنلاقي كل برامج التوك شو بتستضيفهم، وبيقعدوا بقى يتنبؤوا باحداث السنة اللي جاية وايه اللي هيحصل وكل الكلام ده، اللي طبعا 90% منه ما بيتحققش، والباقي اللي بيتحقق بيجي بالصدفة. لكن الناس لسه مصرة تتابع الكلام ده وتخلي ناس اكتر تسترزق منه، سواء العراف اللي بيسمي نفسه فلكي او مقدم البرنامج. ندخل بقى على الجزء الاخطر من الحلقة، او هو فعليا موضوع الحلقة. وانا النهاردة مش هتكلم معاكم عن توقعات كونداليزا رايس للشرق الاوسط الجديد، ولا حتى كتاب بروتوكولات حكماء الصهيون اللي ناس كتير جدا بترجع له عشان تفسر كل اللي بيحصل في العالم. لا، انا هتكلم معاكم عن مسلسل سيت كوم كرتون امريكي. هو فعلا مسلسل كرتون تنبأ بعشرات الاحداث قبل ما تحصل ب10 سنين ويمكن اكتر كمان. في حاجات منها حصلت طبق الاصل زي المسلسل ما توقعها بالظبط، والبعض التاني حصل باختلاف طفيف جدا زي فيروس كورونا. ولما نيجي لموضوع كورونا هقول لكم ايه الاختلافات وكانت ايه سببها. عارفة ان كتير منكم سمع عن الموضوع او عارفه، بس اكيد في منكم ما سمعش عن الموضوع، فانا النهاردة بحكي لكم الموضوع للي ما يعرفهوش وللي عارفه وما فكرش فيه، بسلط معاه الضوء وبنفكر مع بعض بصوت عالي في الموضوع المثير ده اللي لازم نستنتج منه حاجات كتير جدا تخص حياتنا كلنا والعالم اللي احنا عايشين فيه. خلوني أبدأ معاكم بالكلام اللي شاغل الدنيا كلها واللي بيبشر ببدايات ثورة في أمريكا، مقتل جورج فلويد المواطن الأسمر على إيد الشرطة في أمريكا بشكل لا إنساني تماما. انتشرت صورة على شبكة الإنترنت الكام يوم اللي فاتوا بتصور حادثة موته، وليزا سيمبسون بتظهر ماسكة لافتة مكتوب عليها العدالة لجورج. هي الصورة فعلا باينة ان هي من المسلسل، لكن الحقيقة ان في رسام اسمه يوري بومو متأثر جدا بالمسلسل من صغره، هو معتبر ان المسلسل دايما صوت الحق.
رسمها ونشرها على صفحته على انستجرام، بس للأسف ان كتير جدا من اللي بيدوروا على اللايكس نشروها على ان هي سكرين شوت فعلي من المسلسل، واللي على الشاشة حاليا هو البوست الفعلي اللي عمله يوري. The Simpsons مسلسل كرتون أمريكي من إنتاج شركة فوكس، أبطاله عائلة سيمبسون، وفكرته عبارة عن الأحداث اللي بتدور في العالم وطريقة تفاعلهم مع الأحداث دي. بدأ المسلسل سنة 1990، يعني من 31 سنة، وفعلا السنة دي هي الموسم 31. على مدار كل السنين دي اتكتب في السيناريو عشرات الحاجات اللي حصلت فعلا، اخترنا أهمهم وحددنا تقاله في أي حلقات، واللي حصل بعد كده في الحقيقة حصل امتى. تنبؤات The Simpsons كانت متنوعة ما بين اكتشافات علمية، أحداث، ظواهر، يعني مفيش مجال متوقعوش فيه. في البداية خلوني أتكلم معاكم عن التوقعات التكنولوجية اللي هي أبسط توقعات واللي ممكن يكونوا عارفين إن هي ممكن تحصل نتيجة إن هي كده كده تحت التجربة حتى لو قبلها بسنين. في واحدة من حلقات سنة 95 وتحديدا في الحلقة رقم 8 و10 من الموسم السادس ظهر سمارت تابلت عليه علامة تفاحة. شركة أبل وقتها ما كانتش عملت أي إصدارات للسمارت فون اللي هي أصلاً ما كانتش موجودة خالص، في حين أن الموبايلات العادية كانت موجودة، وكان أول إصدار للسمارت فون فعلاً من شركة أبل كان في تاريخ 29 يونيو سنة 2007، يعني بعدها ب 12 سنة. وعلى فكرة في الحلقة رقم 8 ظهر في خاصية الأوتو كوركت للكلمات اللي جت في مرحلة تانية للسمارت فون. وفي الحلقة 19 ظهرت السمارت ووتش أو الساعة الذكية بشكلها الحالي بالظبط. تاني توقع وبرضه كان في الموسم السادس حلقة 19 كان الفيديو شاتس على الكمبيوتر اللي ظهرت فعليا للعالم سنة 2010، سواء سكايبي أو فيس تايم أو حتى جوجل هانج أوتس. نرجع 3 سنين لورا لما ظهر جهاز بيترجم بكاء الأطفال الرضع للإحتياجات الفعلية، وهو الآب اللي ظهر بالفعل بعدها بعشرين سنة بالظبط. في الموسم العشرين سنة 2008 حصل توقع للي هيحصل في انتخابات أمريكا سنة 2012، يعني بعدها بأربع سنين. كانت في الحلقة كل ماكينات التصويت بتدي الماكين الأصوات حتى لو كنت عايز أوباما، ودول كانوا المرشحين اللي موجودين في الحلقة. اللي حصل في الواقع ان في ولاية بنسلفانيا في انتخابات 2012 ان بعض اجهزة التصويت الالكتروني الموجودة هناك ادت كل الاصوات اللي رشحت اوباما لمنافسه رومني. دلوقتي ممكن تقولولي ان كل الحاجات دي كانت في الوقت ده تحت الاختبار، هقول لكم ان معاكم حق ما عدا طبعا الاخيرة. طيب خلونا ندخل في مرحلة اعلى من التوقعات، توقعات الأحداث. هبدأ بالكورونا زي ما قلت لكم، رغم وجود اختلافين بساط جدا لكن الأحداث هي هي. سنة 93 في الحلقة 21 من الموسم الرابع كان الاختلاف الأول هو البلد المصدرة للمرض. هنا كانت اليابان بدل الصين لما ظهر عامل ياباني بيعطس وهو بيقفل طرد رايح لأمريكا، ومن العطسة دي ظهر فيروس انتشر في العالم كله زي ما الكورونا عاملة فينا دلوقتي. هو صحيح ما كانش اسمه كورونا وده كان الاختلاف التاني، بس غير كده الباقي كله حصل بالظبط. بس لازم ناخد بالنا من حاجة، ان في التسعينات كانت اليابان هي البعبع وهي اللي بتنافس امريكا بقوة على كعكة الصناعة والتكنولوجيا، وخصوصا العربيات والاجهزة الكهربائية، وكان بداية عصر الموبايل اللي نفست فيه اليابان فعلا بقوة. ده غير كمان ان في حلقة من حلقات الموسم التاسع سنة 98 توقعوا ان مذيع التلفزيون هيطلع من بيته يبص نشرة اخبار نتيجة مرض هيجتاح العالم، وده فعلا اللي حصل في ازمة الكورونا لما مذيع نشرة الاخبار في القناة الرابعة البريطانية كريشنانجورو طلع بس نشرة الاخبار من بيته من حوالي شهر تقريبا. لكن بصراحة ان الاغرب من كورونا كان توقع ظهور مرض الايبولا، وده كان في الحلقة رقم 3 من الموسم التاسع سنة 97. ظهر في الحلقة دي كلمة ايبولا على كتاب مرسوم عليه واحد مريض، والمرض فعليا انتشر بعدها ب 17 سنة وبنفس الاسم. طبعا في عشرات الحاجات بعشرات التفاصيل، بس الحلقة مش هتكفينا وخلونا ندخل على التقيل. في الحلقة 17 من الموسم 11 سنة 2000 ظهر ترامب كرئيس لأمريكا. هو تولى بعدها بالفعل بأكتر من 16 سنة، لكن في الوقت ده
ترامب ظهر باسمه وشكله بالظبط. في سنة 93 الموسم الخامس الحلقة رقم 10 توقعوا ان خلال فقرة في سيرك هيهجم فهد ابيض على مدربه خلال الفقرة اللي بيقدموها، وده اللي حصل بعدها بعشر سنين بالظبط، والغريب ان الفهد برضو كان لونه ابيض. في سنة 2010 توقعوا مين اللي هيكسب جايزة نوبل في 2016، وده كان في الحلقة الاولى من الموسم 22. ده غير ان في سنة 2014 توقعوا فضيحة الفيفا اللي حصلت بالظبط بعدها بسنة، وفي نفس الحلقة توقعوا فوز ألمانيا بكاس العالم واللي حصل بعدها بكام شهر. من الحاجات الغريبة ان في سنة 98 اتكتبت معادلة فيزيائية في الحلقة الثانية من الموسم العاشر، ونفس المعادلة بالحرف اكتشفت سنة 2012، يعني بعدها ب 14 سنة، وهي معادلة The Higgs boson. أهم وأخطر حاجة هختم بيها الحلقة كانت عن أحداث سوريا. في سنة 2001 في الحلقة 14 من الموسم رقم 12 ظهر ضرب طائرات أمريكية لدولة عربية حصل فيها ثورة. الغريب ان الثوار العرب كانوا راكبين عربية عليها نفس العلم اللي اختاروه ثوار سوريا والجيش الحر السوري بعدها بعشر سنين. العلم هو هو بالظبط، ده طبعا غير فكرة الثورة في حد ذاتها. وعلى فكرة دي كانت نفس السنة اللي اتكلمت فيها كونداليزا رايز عن الفوضى الخلاقة والشرق الاوسط الجديد. طبعا عندنا عشرات التنبؤات التانية، اقتصادية زي انهيار اقتصاد اليونان، وسياسية زي فضيحة التجسس على التليفونات في أمريكا، وفنية زي حفلة ليدي جاجا، وحاجات تانية كتير عايزة أكتر من 10 حلقات عشان نعرف نناقشها. المهم ان 3 من كتاب الحلقات من بينهم صاحب الفكرة الأصلية والكاتب الرئيسي نفوا تماما نظرية المؤامرة، وأكدوا ان كل اللي بيكتبوا هو نوع من قراءة الأحداث، وده طبعا وارد في بعض التنبؤات. واحد منهم قال ان انت لو بتقرأ العالم من حواليك كويس فممكن تتوقع 100 توقع يحصل منهم 10، وده برضو كلام منطقي. وضرب مثل بموضوع ترامب ان هم لما خلوه في واحدة من الحلقات رئيس امريكا كان اختيارهم له وقتها سنة 2000 ان هم بس بيختاروا شخصية كوميدية ومثيرة للجدل وفي نفس الوقت بتطمح للرئاسة في يوم من الايام، وترامب وقتها كان انسب شخص للفكرة دي. وزي ما قلنا ان الكلام ده الى حد ما منطقي. في 2020 احنا مستنيين تنبؤ مهم جدا في الحلقات، وهي الاحداث اللي موجودة في امريكا دلوقتي بتنذر بتغيرات كبيرة هتحصل الايام اللي جاية، وهيفضل مسلسل The Simpsons واحد من الغاز العالم اللي عمرنا ما هنعرف اجابته، سواء كان الموضوع زي ما بيقول كتابه مجرد توقعات او وراه جهاز مخابرات. بس لو كانت الإجابة رقم 2 وإن وراه جهاز مخابرات، هيجي سؤال تاني مهم، إيه الهدف من توصيل الرسالة قبلها بسنين وجوه حلقات مسلسل كرتون؟